الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لسوق الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم المشتملة على التغليظ والتهديد والوعيد الشديد لمن عبد الله عند قبر رجل صالح، يعني تقصد أن يعبد الله عند القبر. فجاءت نصوص كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في النهي عن ذلك، لأنه ذريعة من ذرائع الشرك ووسيلة من وسائله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك سدا لذريعة من ذرائع الشرك، نصحا لأمته، وحماية لحما التوحيد وجنابه. وهذه النصوص الآتية والتي أوردها المصنف رحمه الله تعالى فيها وعيد شديد، في بعضها اللعن لفاعل ذلك، وفي بعضها قول النبي عليه الصلاة والسلام: قاتل الله من فعل ذلك، وفي بعضها وصفهم بأنهم شرار الخلق عند الله يوم القيامة. تنوعت صيغ الوعيد، فالأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم في من عبد الله عند قبر رجل صالح، مع أنه لم يقصد إلا ماذا؟ نعم، لم يقصد إلا عبادة الله، لم يقصد إلا عبادة الله، فجاء هذا الوعيد الشديد، جاء هذا الوعيد الشديد والتحذير العظيم من النبي عليه الصلاة والسلام، بل كرر ذلك مرات وكرات عليه الصلاة والسلام، حتى إنه من شدة حرصه على التنبيه على هذا الأمر والتحذير من هذا الخطر، في لحظات النزع الأخيرة من حياته كان يحذر من ذلك. في لحظات الموت، في لحظات الأخيرة، كان يحذر من ذلك، كما سيأتي معنا في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يستفاد من ذلك، من هذه الترجمة وما فيها من الأحاديث، أنه إذا كانت عبادة الله، إذا كانت عبادة الله والتقرب إلى الله عز وجل عند القبور منهيا عنها، وجاءت نصوص كثيرة في التحذير من ذلك، فكيف بمن يذهب للقبر لا لعبادة الله وإنما لعبادة المقبور من دون الله؟ إذا كان جاءت نصوص كثيرة جدا تحذر من قصد القبر ليعبد الله عند القبر، جاء وعيد شديد، فكيف بمن يذهب عند القبر ليقصد المقبور نفسه بالعبادة؟ ولا ريب أن هذا من الشرك الأكبر. عبادة الله عند القبور وسيلة للشرك،
عبادة الله عند القبور، قصد العبادة عند القبور هذه وسيلة للشرك، وكل ما أدى إلى محرم فهو محرم، كل ما أدى إلى محرم فهو محرم، لأن الوسائل لها أحكام الغايات، فوسائل الشرك محرمة، كل ما يفضي بالناس إلى الشرك محرم، لأنه يفضي بهم إلى أخطر أمر وإلى أفضع أمر وأعظم ذنب، وهو الشرك بالله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. بدأ رحمه الله تعالى بهذا الحديث في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وهي هند المخزومية زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، كنيسة رأتها بأرض الحبشة، الكنيسة هي المكان الذي يتعبد فيه النصارى، الكنيسة هي المكان الذي يتعبد فيه النصارى. وجاء في بعض الروايات أنها رضي الله عنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته، ذكرت له ذلك في مرض موته عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في بعض الروايات أنها هي وأم حبيبة رضي الله عنهما ذكرتا للنبي عليه الصلاة والسلام كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. هنا قال ذكرت له الكنيسة وما فيها من الصور، يعني داخل الكنيسة فيها صور كثيرة منمقة ومجملة ومنشورة في أطراف الكنيسة وأنحائها، ذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام على وجه العيب، على وجه العيب لذلك والإشانة لهذا الأمر، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام الكنيسة وما فيها من الصور، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك بكسر الكاف لأن المخاطب امرأة، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، شك الراوي أي إذا مات فيهم من عرف بالصلاح والإيمان والاستقامة والعبادة، إذا مات بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا، مقصود بمسجد أي موضع للعبادة، بنوا مسجدا أي بنوا موضعا للعبادة، وإن لم يسمى مسجد حتى لو سمي كنيسة أو سمي معبد أو سمي مشهد أو سمي أيا كان، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، الصور لمن؟ لهذا الميت الصالح، صور له. وقد عرفنا سابقا أن هذا هو كان مدخل الشيطان على ذرية بني آدم في أول شرك حصل على وجه الأرض، أول شرك وحصل على وجه الأرض كان من هذين المدخلين، بناء الأبنية على القبور واتخاذ الصور للمقبورين، هذا أول شرك حصل على وجه الأرض، ولا يزال الشيطان يدخل من المدخل نفسه، لا يزال يدخل على الجهال من المدخل نفسه. قال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره
مسجدا وصوروا فيه تلك الصور ثم انظر بماذا وصفهم عليه الصلاة والسلام، قال أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. وصفهم بذلك أنهم شرار الخلق للضلال العظيم الذي هم فيه، وللتأسيس الشنيع للشرك والكفر بالله عز وجل، وسنهم لمن بعدهم الغلو في المقبورين، ما غلوا أفضى بهم إلى اتخاذهم معبودين يقصدونهم بالعبادة من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا يتضمن تحذير الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، من أن يفعلوا مثل فعل أولئك. ما قال أولئك شرار الخلق، هذا يحذر الأمة أن يصنعوا مثل ما صنع أولئك. ولهذا سيأتي معنا في حديث عائشة الآخر، قالت يحذر مما صنعوا، يحذر مما صنعوا. فإذا قول النبي عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق عند الله، هذا خاص بأولئك وإلا حكم عام في من فعل هذا الفعل؟ حكم عام. هذا حكم عام، هذا حكم عام في كل من فعل مثل فعلهم، فيكون الحديث خرج مخرج الزجر والتغليظ والنهي عن مثل هذه الأعمال. ولو تفكرت في بداية اتخاذهم لهذه الصور وجعلهم لتلك الأبنية، ابتداء ما جعلوها إلا لغرض ماذا؟ لا، لغرض طيب بزعمهم، وهو الذكرى، وهو الذكرى حتى يتذكر أولئك الأشخاص ولا ينسونهم. لكن مثل ما عرفنا أن هذا هو مدخل الشيطان الكبير على الناس ليدخلهم في الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. قال: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. لأن في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، هذه واحدة. الثانية قال: وصوروا فيه تلك الصور. فجمعوا بين فتنتين، فتنة القبور يعني البناء عليها، وفتنة التماثيل التي هي التصاوير، تماثيل أي التصاوير. وهذه الكلمة: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، هي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أدرجها المصنف هنا في عقب هذا الحديث. هنا المصنف ينبه بإراده لهذا النقل عن شيخ الإسلام أن هؤلاء جمعوا بين فتنتين، هما أكبر الفتن التي ضل بها الخلق في باب التوحيد، أكبر الفتن التي ضل بها الخلق في باب التوحيد. الأولى فتنة القبور، فتنة القبور، لأنهم افتتنوا بقبور الصالحين وعظموها تعظيما مخالفا للشرع، تعظيما محدثا، فآل بهم ذلك وأفضى بهم إلى أن عبدوا هؤلاء من دون الله سبحانه وتعالى. مثل ذلك أيضا فتنة التماثيل التي هي الصور لأولئك الصالحين، صوروا تلك الصور إلى أن آل بهم الأمر، أو حتى قل في أبنائهم أو أحفادهم، آل الأمر إلى أن عبدت تلك الصور من دون الله سبحانه وتعالى. وقد نبه العلماء رحمهم الله أن الفتنة بالقبور، الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام وأشد، كالفتنة بالأصنام وأشد. في دعاء الخليل
عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. في فتنة، هناك فتنة عظيمة جدا، والفتنة بالقبور أشد، الفتنة بالقبور أشد. والسبب في كون الفتنة في القبور أشد أن الشرك بقبر رجل يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر، أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. ولهذا يرى من فتنوا بالقبور يقفون عندها خشوعا وبكاء وخضوعا وذلا لا يحصل منهم في صلاتهم أو في وقوفهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهذه مفسدة عظيمة حسمها النبي عليه الصلاة والسلام وسد الذرائع التي تفضي إليها، فنهى عن ماذا؟ عن هذه التصاوير، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد. نعم. قال رحمه الله: ولهما عنها رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اختم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ثم أورد هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل برسول الله أي لما نزل به ملك الموت لقبض روحه الشريفة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وجاء في رواية لما نزل برسول الله، يعني نزل به الموت صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لما نزل برسول الله طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فإذا اغتم بها كشفها. الخميصة كساء، الخميصة كساء. وطفق أي جعل، لما نزل به في اللحظات الأخيرة عند مجيء الملك لقبض روحه الشريفة عليه الصلاة والسلام، كان يغطي وجهه بذلك الكساء، فإذا اغتم، إذا اغتم كشف صلى الله عليه وسلم، فإذا اغتم كشفها أي عن وجهه. وهذا فيه شدة ما كان يجد عليه الصلاة والسلام في معالجة الموت، في معالجة الموت صلوات الله وسلامه عليه. فقال وهو كذلك، قال وهو كذلك في تلك اللحظة، يعني التي ما بعدها إلا ماذا؟ ما بعدها إلا قبض روحه عليه الصلاة والسلام. ولهذا هذا القول إطلاقا لا يحتمل أنه جاء شيء ينسخه. وهذا من فوائد معرفة أنه كأنه قاله في لحظات موته، ما إطلاقا في، ليس هناك مجال أن يقال جاء شيء ينسخ ذلك، لأن هذا آخر ما كان ومن آخر ما كان من قوله عليه الصلاة والسلام. فإذا اغتم بها كشفها أي عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي لفظ: قاتل الله اليهود والنصارى، قال قاتلهم الله وقال لعنهم الله في لحظات الموت، لحظات الأخيرة في شدة النزل، تلك اللحظة الحرجة. هذا يستفاد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام مات وخرجت روحه وهو في غاية الشفقة على أمته والحرص عليها ألا يدخل عليهم الشيطان في هذه الفتنة، فتنة التعلق بالمقبورين، تعلق بالمقبورين. فمات وهو يلعن اليهود والنصارى في ذاك الصنيع، تقول عائشة كما سيأتي: يحذر مما صنعوا، يعني حتى لا تصنع أمته مثل صنيعهم، حتى لا تفعل أمته مثل فعلهم.
وهذا يعني من نصحه العظيم لأمته عليه الصلاة والسلام. قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في لفظ عند مسلم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ومعنى مساجد أي يتعبدون فيها، يتعبدون يقصدونها للعبادة. أفاد هذا الحديث خوف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته الشديد من هذا الأمر، خوف الشديد على أمته من هذا الأمر لما فيه من الضرر العظيم والمفسدة الكبيرة. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، يحذر مما صنعوا يعني يحذر أمته صلوات الله وسلامه عليه من أن يفعلوا مثل ما فعل أولئك فيقع عليهم من اللعنة مثل ما وقع على أولئك، فيقع عليهم من اللعنة مثل ما وقع بأولئك، لكون هذا الصنيع من أعظم الوسائل المفضية إلى الشرك بالله عز وجل. قالت ولولا ذلك لأبرز قبره، لأبرز قبره. وعليه الصلاة والسلام دفن في بيت عائشة، وروى لهم أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث قبضت أرواحهم، وقبض في بيت عائشة فدفن عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة رضي الله عنها. تقول لولا ذلك لأبرز قبره، يعني لجعل في مكان بارز مثل القبور التي نشاهدها في البقيع، لجعل لأبرز يعني لجعل في مكان بارز. قالت ولولا ذلك لأبرز قبره، أي لولا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم مما صنع ولعنه لمن فعل ذلك لأبرز قبره بأن يدفن خارج بيته، يدفن في مكان بارز مثلا مع قبور الصحابة في البقيع أو نحو ذلك. قال غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، روي بفتح الخاء وبضمها، خشي وروي خشي، خشي أي النبي عليه الصلاة والسلام، ورواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا مما عرفوا من لعنه وتحذيره الشديد من ذلك، فلم يبرزوا قبره صلى الله عليه وسلم خشية أن يقع ذلك الغلو والتعظيم المنهي عنه. نعم. قال رحمه الله ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، قبل أن يموت بخمس أي ليالي، خمس ليالي. عائشة رضي الله عنها سمعته يقول ذلك وهو في النزع، وجندب سمعه يقول قبل موت بخمس ليالي، هذا يدل على أنه في أيامه الأخيرة ولحظاته الأخيرة كان في غاية الخوف على أمته والشفقة عليها، يحذرهم من هذا الأمر في غاية الخوف على أمته. فجندب سمعه قبل موته بخمس ليالي،
وعائشة سمعت وهو في النزع في لحظات الأخيرة، كل منهما سمع منه شيئا واحدا، لعن من اتخذ القبور مساجد، يحذر مما صنع أولئك. قال جندب رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. الخلة، الخليل من الخلة، الخلة هي أعلى درجات ماذا؟ المحبة، أعلى درجات المحبة. الخليل المحبوب غاية الحب، هذا هو الخليل، الخليل هو المحبوب غاية الحب، وسميت بذلك لأن المحبة والمودة تخللت في القلب وبلغت فيه نهاية المحبة وأعلاها. وقلب النبي عليه الصلاة والسلام قد امتلأ من محبة الله، قد امتلأ من محبة الله، امتلأ من تعظيم الله عز وجل، فلا يسع لمخالة غيره. قال: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهذا فيه فضل نبينا عليه الصلاة والسلام وفضل إبراهيم الخليل عليه السلام. وفي القرآن: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فاتخذ الله نبينا صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا فيه دليل على فضل أبي بكر العظيم رضي الله عنه، وأن أفضل الصحابة على الإطلاق رضي الله عنه وارضاه. وهذه منقبة، هذه منقبة عظيمة من مناقب أبي بكر رضي الله عنه. وجاء في بعض الروايات أنه قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وحبيبي، ولكن أخي وحبيبي، يقصد أبا بكر رضي الله عنه. ثم قال، وهذا هو المقصود: ألا وإن من كان قبلكم. ألا هذه أداة استفتاح، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك. ألا وإن من كان قبلكم، أي في الأمم التي قبلكم، كانوا يصنعون هذا الصنيع، يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. اتخاذها مساجد إما أن يكون بالسجود والتعظيم والعبادة عندها، أو التوجه إليها، قصد التوجه إليها، التوجه إليه يعني يجعل القبر قصدا بينه وبين القبلة، يجعل القبر أمامه، فيعني بزعمه يجمع بين عبادة وتعظيم لمن عبادة وتعظيم للمقبور. ويشمل أيضا البناء، فهذا كله من اتخاذها مساجد، اتخاذها مساجد بالبناء عليها، اتخاذها بمساجد بقصدها، بقصدها بالعبادة عندها، أو بالتوجه إليها، جعلها بين الإنسان وبين القبلة. وقد جاء في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أنس يصلي وكان أمامه قبر، ما انتبه أن أمامه قبر، فأخذ يهتف به عمر رضي الله عنه: يا أنس القبر، يا أنس القبر، يعني انتبه كيف تصلي وأمامك قبر. فهذا فيه أن مستقر عند الصحابة، مستقر عند الصحابة أن هذا أمر في غاية الخطورة، لسماعهم التحذير المتكرر من ذلك
من نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك. لاحظ الآن النهي، التأكيد على النهي كيف اجتمع في هذا الحديث بعدة صيغ. أولا ذم من قبلنا بهذا الصنيع، ذمهم، ذكر فعلهم على وجه الذم لهم، هذا فيه تحذير. الثاني تحذيره للأمة أن يفعلوا ذلك، قال: لا تتخذوا القبور مساجد. الأمر الثالث قوله: إني أنهاكم عن ذلك، إني أنهاكم عن ذلك. اجتمع الآن ثلاث وجوه في هذا الحديث في التحذير من هذا الأمر. الوجه الأول إخباره عن من كانوا قبلنا أنهم فعلوا ذلك على وجه الذم لفعلهم، والأمر الثاني تحذيره من هذا الصنيع، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. الأمر الثالث في قوله: إني أنهاكم، إني أنهاكم عن ذلك. فبالغ عليه الصلاة والسلام مبالغة عظيمة في نهي أمته وتحذيرها من هذا الأمر، وهذا من عظيم نصحه وشفقته وحرصه على أمته صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: نعم. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجدا. فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال: فقد نهى عنه، يعني عن هذا الصنيع اتخاذ القبور مساجد، في آخر حياته. هذا كما في حديث من؟ هذا في حديث جندب في آخر حياته. ثم إنه لعن وهو في السياق ما من فعله، هذا في حديث عائشة رضي الله عنها. قال: فقد نهى عنه في آخر حياته كما في حديث جندب: فإني أنهاكم عن ذلك. ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، أي كما في حديث عائشة رضي الله عنها. قال: والصلاة عندها من ذلك. ما معنى والصلاة عندها من ذلك؟ يعني قصد القبر للصلاة لله عز وجل عند القبر، هذا من ذلك، من اتخاذ القبر مسجد. وإن لم يبنى عليه بناء. قال: وهما معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجدا. خشي أن يتخذ مسجدا، أي خاف الصحابة ذلك. ثم يوضح قال: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، ليبنوا حول قبره مسجدا. قال: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، للحديث الذي أورده رحمه الله، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعلت لي، أي هذا من خصائص الأمة، هذا من خصائص الأمة، من خصائص أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الأمم التي قبلنا الصلاة لا تكون إلا في المعابد، لا تكون إلا في المعابد. أما هذه الأمة من خصائصها أن الأرض كلها جعلت للأمة مسجدا، والمعنى أن المسلم أينما أدركته الصلاة، حل عليه وقت الصلاة، وهو في أي مكان يصلي، استقبل قبلة ويصلي. جعلت الأرض مسجدا وطهورا، طهورا أي يتيمم إذا لم يجد الماء يتيمم، وأيضا التيمم من خصائص أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء،
والذين يتخذون القبور مساجد، ورواه أبو حاتم في صحيحه. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة تقوم حيث لا يقال في الأرض الله الله، يعني لا يوجد توحيد، ينتهي، لا يبقى إلا شرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة، عليهم تقوم الساعة. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، انظر من قرن مع هؤلاء، انظر من قرن مع هؤلاء الذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، هؤلاء شرار الخلق، يعني حيث ينتهي التوحيد تماما، لا يقال الله الله، لا يذكر الله ولا يوحد سبحانه وتعالى، أولئك تقوم عليهم الساعة. قرن مع هؤلاء في هذا الحديث الذين يتخذون القبور مساجد، الذين يتخذون القبور مساجد. وقد تقدم لعن النبي صلى الله عليه وسلم لفاعل ذلك، وقوله قاتله الله، وقوله إنهم شرار الخلق، ونهيه عليه الصلاة والسلام المتكرر صلاة الله وسلامه عليه. وهذا المعنى تواتر عن نبينا، هذا المعنى تواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو كما قدمت من شفقته وحرصه ونصحه الشديد على أمته، وخوفه عليهم من هذه الأمور التي تقودهم وتفضي بهم إلى الشرك بالله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. المسألة الأولى من المسائل المستفادة من هذا الباب: ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح، عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، يعني لو لم يكن عنده نية إطلاقا إلا أن يعبد الله مخلصا له الدين، ما عنده نية إلا هذا ولو صحت نيته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنهم شرار الخلق عند الله عز وجل، ذكر أنهم شرار الخلق عند الله عز وجل، وأيضا لعنهم صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. قال رحمه الله: الثانية: النهي عن التماثيل، فإذا اجتمع الأمران تغلظ الأمر. الأمر الثاني: النهي عن التماثيل، عن التماثيل التي هي الصور، ومر معنا في الحديث: وصوروا فيها تلك الصور. فإذا اجتمع تماثيل وبناء، تماثيل وبناء على التماثيل للمقبورين وبناء على قبورهم، يكون الأمر أغلظ وأشد خطورة. نعم. قال رحمه الله: الثالثة: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم. نعم. وهذا كله من حرصه وشفقته على أمته عليه الصلاة والسلام، أنه بالغ مبالغة كبيرة وعظيمة نصحا للأمة. فقبل موته بخمس سمع جندب يحذر من ذلك وينا عنه، وفي السياق سمعته عائشة رضي الله عنها، لم يكتفي بما تقدم من كلامه قبل خمس ليالي، بل حتى في السياق كان يؤكد ويحذر صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. نهيه عن فعله، أي عن فعل هذا الأمر عند قبره قبل أن يوجد القبر، قبل أن يوجد القبر، أي قبل أن يوجد القبر، هذا مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. فهذا الذي يشير إليه مفهوم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما نبهت عائشة على ذلك، قالت: يحذر ما صنعوا.
فنهيه عن فعله عند قبره عليه الصلاة والسلام قبل أن يوجد القبر. نعم. قال رحمه الله: الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. نعم، لأن تقدم معنا في الحديث قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي رواية قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال رحمه الله: السادسة لعنه إياهم على ذلك. نعم، لعنه إياهم على ذلك لقوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، واللعن طرد وإبعاد من الرحمة، من رحمة الله. قال رحمه الله: السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره. أعد. قال رحمه الله: السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره. نعم، أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره. اللعن الذي كان يقوله هو في السياق في لحظاته الأخيرة مقصوده مثل ما وضحت عائشة، يحذر مما صنع، هذا المقصود، مقصوده يحذر الأمة من أن يصنعوا مثل صنيعهم فيصيبهم من اللعنة مثل ما أصاب أولئك. نعم. قال رحمه الله: الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. نعم، العلة في عدم إبراز قبره جاءت في الحديث، خشي، العلة خشي أن يتخذ مسجدا، وقد دعا الله عز وجل، دعا صلوات الله وسلامه عليه الله عز وجل ألا يتخذ قبره وثنا يعبد، لا يتخذ قبره وثنا يعبد، وأجاب الله سبحانه وتعالى دعوته فحمى قبره الشريف صلوات الله وسلامه عليه من ذلك. قال رحمه الله: التاسعة في معنى اتخاذ، ولهذا من يقع منه تعلقات يعني باطلة مخالفة للشرع لا تقع على ذات القبر، القبر لا يصلون إليه، تقع على أشياء بعيدة عن قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من إجابة الله عز وجل لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: التاسعة في معنى اتخاذه مسجدا. أعد. قال رحمه الله: التاسعة في معنى اتخاذه مسجدا. نعم، معنى اتخاذه مسجدا من ذلك مثل ما تقدم معنا أن يقصد القبر للصلاة عنده، يقصد القبر ذاته للصلاة عنده. نعم. قال رحمه الله: العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. نعم، سبحان الله، هذه فائدة لطيفة في الحديث الأخير، حديث ابن مسعود، فيه قرن النبي عليه الصلاة والسلام من اتخذ القبور مساجد بوصفهم بالشر بالذين تقوم عليهم الساعة، وهذا فيه جمع بين فعل أمر هو ذريعة للشرك، وفي أيضا الخاتمة في نهاية الدنيا لا تقوم الأرض إلا على مشركين لا يعبدون الله عز وجل ولا يوحدونه، فقرن بين الخاتمة وبين الذريعة، قرن بين الخاتمة وبين الذريعة. نعم. قال رحمه الله: الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. قال: الحادية عشر ذكره في خطبته قبل موته بخمس، ذكره في خطبته قبل موته بخمس، يعني في الحديث الذي رواه جندب رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا،
ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. الآن هذه الجملة تتضمن رد على طائفتين، على الروافض والجهمية، على الروافض والجهمية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر شرف أبي بكر وفضله فضله العظيم ومكانته العلية، والروافض يعدونه من أشر خلق الله، يعدون أبا بكر من أشر خلق الله، فهذا فيه رد على قوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. هذه منقبة لأبي، منقبة عظيمة لأبي بكر، ففيها رد على الرافضة، وفيها أيضا رد على الجهمية، لأن قول اتخذني خليلا هذا فيه إثبات المحبة صفة لله، والجهمية ما يثبتون ذلك، فتضمن الحديث الرد على أشر طائفتين من طوائف الضلال، الروافض والجهمية. قال رحمه الله: الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. نعم، هذا تقدم في حديث عائشة، وكانت تقول فإذا اغتم بها كشفها، وكان في أيضا في موته يقول إن للموت لسكرات. نعم. قال رحمه الله: الثالثة عشرة ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة. نعم، لقوله في الحديث إن الله قد اتخذني، إن الله قد اتخذني خليلا، فهذه يعني هذه فضيلة وشرف عظيم أكرم الله سبحانه وتعالى به نبينا صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. التصريح بأنها أعلى من المحبة هذا مستفاد من قوله ولو كنت متخذا من أمتي خليلا، مع أنه يحب أبا بكر، وفي الحديث نفسه قال ماذا؟ أخي وحبيبي، يحب أبا بكر ويحب عائشة ويحب الصحابة رضي الله عنهم، فإذن الخلة درجة أعلى، تضمن الحديث التصريح بأنها أعلى من المحبة. قال رحمه الله: الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة رضي الله عنهم. نعم، لأن خصه من بين الصحابة كلهم بقوله لاتخذت أبا بكر، لاتخذت أبا بكر خليلا، فهذا فيه أن الصحابة أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة أجمعين، وليس هذا فقط، بل إن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الناس في كل الأمم بعد الأنبياء. أبو بكر رضي الله عنه أفضل الناس في كل الأمم بعد الأنبياء، ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، فهما أفضل الناس في كل الأمم بعد الأنبياء. نعم. قال رحمه الله: السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه. نعم، هذه آخر فائدة ذكرها، قال في الإشارة إلى خلافته بقول لاتخذت أبا بكر خليلا، لأن خصه بهذه الفضيلة، خصه بهذه المنقبة من بين جميع الصحابة، ففي هذا إشارة أنه رضي الله عنه هو الأحق بأحق بالخلافة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، ونفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا،
وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيراً.